يمنى متى آخر مرة زرت الكويت؟ آخر مرة زرت الكويت رمضان الماضي. نعم. رمضان الماضي كان عندي غبقة لأحدى الفنادق الكبيرة ومجموعة من الشركات، نعم. وكان شيء رائع. كان يعني كان عندي تقديم الغبقة تاني يوم، ما كان عندي تكريم من السفارة اللبنانية في الكويت، وأنت بتعرف يعني صحيح. هالعلاقة والصداقة أكيد. القوية ما بين لبنان والكويت. فحقيقة كان نص الحضور لبناني والنص الآخر كويتي، وكان تكريم يعني شيء حلو. يعني شو بدي أقول لك، يعني صحيح. الفرح والمحبة حقيقة ما بتفكروا بالكلام، لا انت دخلوني تستحقين، بالهودج. لا انت كان أول مرة تستحقين يعني بعيش هاي تستحقين الشعور، ايه ودائما أكرم بالكويت. يعني أنا بالمحبة لوحدها بالنسبة لي. نعم، لا انت تستحقين بصراحة يمنى، واحنا عارفين محبتك وقلبك للكويت. نجاحك كان بالكويت يمنى ساحق، هذا الشيء كلنا كنا نعرفه ونشوفه. شلون ما استثمرتي هذا النجاح واستقريتي في الكويت استقرار كامل؟ لماذا يا يمنى؟ وأنا أدري إن جتلك وايد عروض. صحيح، ليك ولا مرة حسيت إنه نحن بعاد، يعني ولا مرة حسيت إنه نحن بعاد، ولا مرة حسيت إنه أنا هلأ لازم أكون بالكويت وفي شيء منعني. حتى هن وكان طول الوقت بتعرف كمان إنه شغلي بلبنان، وخاصة كمان لما دخلت عالم التمثيل فيه نوع من الالتزام الجدي جدا. يعني وطلعت مرة، يعني في مرة مبلا استقريت تقريبا ما بذكر قد ايه وقتها، كان عندي عقد مع مارينا اف ام صحيح. وميكس اف ام، وانا الكويت يعني كيف بدي اقول لك، طبيعتها، اهلها، طريقه عيشها، اللايف ستايل اللي هي فيها كثير كثير قريبه على لبنان. يعني ما بحس ولا مره انه في شيء تغير علي. نعم. بس اكيد يعني هو بيصير انه والله هالعرض، طيب هالعرض بيسوى انه انا اترك البلد واجي؟ طب بقدر اعمله وارجع؟ بس من هذا الباب لا أكثر. يعني نعم، مو ندمانة؟ نعم، مش ندمانة؟ ندمانة على شو بدي أندم؟ بيني وبينهم حب كبير، وبيني وبينهم لا نجاح كبير، وبيني وبينهم شغل كثير، وبيني وبينهم علاقة يعني إلى أول بس ما إلى آخر. نعم، فأنت يعني تحسين نفسك إنك موجودة بالكويت. طبعا إيه. جاهزة، واليوم اللي هن بدهم يشاركوني بلبنان أنا جاهزة. فولا مرة كان في حواجز، يعني ولا مرة حسيت إنه في شيء ما عملناه سوا، أو والله كان ضروري أستقر، لا بتزبط إنه سجل حلقاتي من هون. يعني دائما في أخذ ورد بيني وبين نعم. الكويت.